يمكن انا من كلامي اللي انا كنت بتكلم فيه في بدايه الحلقه بتكلم على المواهب، قله المواهب. كنا احنا اتكلمنا دلوقتي واحنا واقفين كده، لما بقول لك المواهب قلت لي مفيش كره شراب. طب مفيش كره شراب يعني نبطل كوره؟ لا ما نبطلش، بس ما هو النهارده بقى ابتدت في اكاديميات وفي استثمار وقصه تانية. يعني هل الاكاديميات دي استثمار على حساب كره القدم المصريه؟ اكيد يعني اختيار المواهب ده كابتن مصطفى سبحان الله رؤيه من عند ربنا سبحانه وتعالى للمدرب وللاعيبه القدامى اللي هم مارسوا اللعبه دي وما كانوش يعني على مدار سنوات طويله. فشيء صعب قوي دلوقتي ان يتكرر، يعني صعب صعب صعب. هل عدم وجود مواهب المدربين الحاليين غير مؤهلين ان يقدروا يكتشفوا مواهب؟ هو باختصار طبعا انا مش الموهبه دي لا، او اتكلم زي ما انت عايز. الاختصار دي موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. انت بدات كوره بداتها فين؟ هل في الشارع ولا في مركز شباب ولا فين؟ في الشارع ده، في الشارع وفي الشارع وفي الشارع في الشارع. كان ليا خالي الله يرحمه اخو والدتي رحمه الله عليهم. ايه ده، هو خالك اخو والدتك على طول؟ على طول. طيب ده كان ابويا كان في الترسانه اساسا، بيلف بيحب الترسانه. ترسناوي يا خبر ابيض. عم ميكي الله يرحمه يا اخي. جماهير الترسانه من ساعه ما كانت بتشجع الترسانه، انا والله مش عارف اقول لك ايه على نادي الترسانه وحياتي. الواحد زعلان كلنا والله يا كابتن مصطفى. فالوقت الترسانه دي كانت فرقه كلنا لما طلعت لعبت. طيب لعبت في الشارع؟ لعبت في الشارع بقى. بعد اتكلم حضرتك مين بقى كان معايا في الشارع؟ كنا احنا بنلعب في كوبانيه المايه، وانا مواليد رود الفرج. كويس. ابويا اسوان من النوبه. يعني جه اتجوز والدتي من رود الفرج. وكان على طول في نادي الترسانه، وانا كنت صغير بياخدني على طول نادي الترسانه، هيسافر اسكندريه ابقى فرحان اسافر معاه كده يعني. بتشجعوا نادي الترسانه؟ انا كان مين بقى الجيل بتاع نادي الترسانه؟ انا ما بشجعش نادي الترسانه. ما انا عارف. ابويا انما انا كنت بروح النادي الاهلي من وراه. واخش الدرجه الثالثه واتفرج على كابتن طه اسماعيل ربنا يديله الصحه وطول العمر. اللهم امين. صالح سليم حضرته وهو بيلف ظهره للجون وبيجيب اجوان هداف، وبعدين سبحان الله جه دربنا. كابتن طه. صالح سليم ما شاء الله. كابتن فنجيلي رحمه الله عليه. كابتن رفعت في نص الملعب حاجه تانية، وتدور الايام ويقعد جنبي ويقول لي انت عملت فريق هايل غزل دمياط، هو ماسك دمياط مدير كوره رحمه الله عليه. لا لا كابتن لا رفعت لا 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 كان هافاك حكايه. حكايه طبعا. انا بقول من احسن هاف باك جه في تاريخ الكره المصريه، هو وبعد منه سمير قطب ملك السبعه. لا حضرنا الناس دي، احنا حبينا الكره من خلال الناس دي. نعم. انا عن نفسي يعني لا فكرت في ماده ولا 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 ولا. طيب ولا. انت لعبت في الشارع. مين كان الجيل اللي من الناس كانت بتلعب معاك وتحس انهم كان فيهم يعني ان ممكن يلعبوا درجه اولى؟ اساتذه كان مين؟ كابتن شوقي حسين ربنا يديله الصحه. يا سلام. مولود الفرج ونادي الزمالك. مرود الفرج ولعب في نادي الزمالك طبعا ومنتخب مصر. طبعا. كابتن عيد عبد الملك رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. فكنا عاملين فرقه كره شراب، نروح نلعب نطلب بقى ايه في رمضان في الاحياء، في الاحياء الشعبيه. زي القلعه فيها مثلا واحد مشهور معروف كان اسمه ايه يا ربي، هو معروف قوي ده، منزل واحد كبير قوي ينسى. سعيد الحافي كان امبابه، ولعبت معاه. وما يعرفش يلبس كاوتش رحمه الله عليه. كان يلعب حافي وانا كمان كنت بلعب حافي، وهو يعمل نفسه هيديني الكوره كده وتبقى صوابعه دي تجروا على الاسفلت. سبحان الله. واللي هي فاكر الكوتش بتاع باتا اللي ايوه اللي بنجيبه من عند الاسعاف ورا المستشفى. مظبوط. بيقعدوا اللي هو بناء عليه اسود. بناء عليه اسود عشان يعيش وكده. رحت بجيب بناء على ابيض.